ومنها أي فوائد هذه القصة أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تنال بها الدنيا، وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدان. وهذا مستفاد من قصة نوح في سورة نوح لما دعاهم إلى الإيمان والطاعة واتباعه وملازمة الاستغفار، قال لهم في سياق هذه الدعوة: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وفي دعوة ثمود لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فهذا ما يستفاد من قصص الأنبياء، أن الإيمان والطاعة ولزوم الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل يثمر المتع الطيبة الحسنة الدنيوية، كثرة الأولاد، الرزق الطيب، قوة البدن بالطاعة. ابن القيم رحمة الله عليه يذكر قصة عجيبة لشيخ الإسلام، يقول: كان يجلس في مصلاه إلى الضحى يذكر الله، ابن تيمية يجلس في مصلاه إلى الضحى يذكر الله، فكنت أقول له في ذلك، فيقول: هذه قوتي، لو لم أفعل ذلك يضعف بدني، ولو لم أفعل ذلك يضعف بدني. قوة الصباح سبحان الله هو الوقت الذي تتنزل فيه البركات والأرزاق وتتنزل فيه الخيرات وتكتسب فيه القوة والمصالح وغير ذلك. وملازمة المؤمن لحفظ هذا الوقت بذكر الله سبحانه وتعالى هذا قوة له، صحة، نشاط، خيرات دنيوية وخيرات أخروية عظيمة جدا. فتقوى الله والقيام بالواجبات الدينية من جملة الأسباب التي تنال بها الدنيا وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدان، وإن كان لذلك أيضا أسباب أخرى، يعني هذه الأشياء لها أسباب، مثل بعض الأدوية، مثل بعض الممارسة الرياضية، مثل أشياء تنال، لكن ليست مثل عافية المرء التي بناها على ماذا؟ على الإيمان وعلى حفظ الجوارح في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالدنيا. أما أمر الآخرة يقول: وهي السبب الوحيد، التقوى والإيمان هي السبب الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه في نيل الآخرة والسلامة من عقابها. والمعنى الذي ذكر هنا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم.